أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل الألعاب المصنوعة على شكل إنسان وحيوان، ألعاب الأطفال، هي تماثيل وأصنام يجوز بيعها وشراؤها؟ وإذا كان بعضها مجسما ولم تظهر فيه ملامح الإنسان أو الحيوان بحيث تطمس العينين أو تطمس العينان والفم والأذنان، هل يجوز جلبها للأطفال والحالة هذه؟ ما كان على صور ذوات الأرواح فإنه محرم، سواء كان رسما أو فوتوغرافيا أو مجسما فإنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير ولعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. فلا يجوز شراء الصور ولا بيعها ولا اقتناؤها، بل واجب إتلافها أو إهانتها تكون ممتهنة. وأما لعب الأطفال إذا كانت على شكل الحيوانات والحكم هذه موضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تجوز. كيف نربي أولادنا على الصور وعلى التماثيل؟ هذه تربية سيئة، فالصحيح أنه لا يجوز حتى ولا للأطفال. وهناك لعب كثيرة ما فيها محذور، مثل السيارات، صور السيارات، صور المعدات، أشياء ما فيها أرواح متحركة ولا فيها أرواح تغني عن الصور. أما إذا طمس الوجه فلا محذور في ذلك، لأن الصورة هي الوجه، فإذا طمس الوجه فلا محذور في ذلك ولا تسمى صورة.